هذا الجمهور عجيب غريب مثل جماهير الأندية الأخرى. احنا اليوم تلبسنا حالة الجمهور الأهلاوي وأسقطنا أغنية على واقعهم في المدرج وخارج المدرج، وتخيلناهم يقولون لك كلام معين، لأنه بعد ما شاعت موضوع استقالتك في ناس عملوا هاشتاجين استمر رئيسا، في ناس لا الاستقالة، وفي ناس برضو مع الاستقالة. لكن خلنا نتذكر شوي بعض بس ممكن قبل ما نتذكر، والله بعد 6 سنوات عمل مع جماهير النادي الأهلي، مع احترامي لقلة قليلة، والله لن نجد كأهلاويين أوفى من هالمدرج. 2011 الفريق في المركز الثامن، أعلى حضور جماهيري كان هذيك السنة 2011. جمهور الأهلي جاب للأهلي بطولة كأس الملك، ما راح أقول إدارة، ما راح أقول لاعبين، جمهور الأهلي. في الأخير أنا شخصيا تسألني أنا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو يجيني واحد من جماهير الأهلي في وجهي ويقول أسوأ العبارات، حقه علي أن أحب راسه وأقول له بيض الله وجهك. جماهير الأهلي والله علي العلاقة اللي تربطنا إحنا كأهلاويين في بعض، أوكي نزعل نغضب، نوصل إلى مرحلة استغفر الله الفجور بالغضب، لكن علاقة ما أتوقع أنه في علاقة بين مدرج ونادي مثل العلاقة اللي بين الأهلي وجماهيره. نعم.